السلام عليكم ورحمة الله. من أجمل الأحاديث اللي سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعي. روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه في معصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. محدش هيموت قبل ما ياخد رزقه كامل، ومش هيموت بدري. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحث هنا في الحديث عن الرزق. أي حد الرزق عنده يتأخر أيا كان شكل الرزق، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، الرزق اتأخر، أن يطلبه في معصية الله. واحد الفلوس معاه قلت شوية أو اتأخرت، طب خلاص أنا هاخد رشوة علشان أبدأ أعيش، ده استبطاء. أنت كده استبطأت الرزق، هو جايلك، والله هو جايلك، بس هتاخده بحلال كان به. عايز تاخد الرزق بالحرام هتاخده بالحرام، بس خد عدم بركة، خد حاجات كتيرة بعدها. واحدة اتأخرت في الزواج، ده استبطاء الرزق. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه في معصية الله. طيب أنا هتجاوز حدودي، أنا هلبس كذا، أنا هعمل كذا، ليه؟ علشان الرزق بتاع اتأخر. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. جمال الطلب من الله أن تطلبه في طاعة، مش طالب في امتحان معين يبقى محتاج ياخد المعلومة دي من زميله أو يغش المعلومة دي، ليه؟ ما هي دي اللي هتعديني. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، كده أنت بتطلب حاجة مش من حقك. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه في معصية الله. ركز في آخر حتة في الحديث، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، مش هتاخد حاجة إلا بطاعة ربنا. لكن هتتجاوز حدودك، حتى لو في علاقة ما بين المخطوبين، أنا هتجاوز حدودي علشان أضمن حاجة معينة، مش هتضمن حاجة. و90% من أي تجاوز في العلاقات، من أي تجاوز في غش، من أي تجاوز في معصية الله، مش هتاخد اللي أنت عايزه. فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. طب 10% اللي هياخد الحاجة دي، أنا غشيت ونجحت، أنا تجاوزت في العلاقة وكملت، أنا خدت رشوة وخدت الفلوس واتفسحت بيها. 90% من 10% اللي انت تجاوزت فيها حدودك وخدت الحاجة دي، مش هتحس ببركة، مش هتحس براحة بال. طب لا، أنا تجاوزت حدودي وأخدت كل حاجة وزي الفل، وحسيت ببركة، وحسيت وحسيت وحسيت، ده يبقى ده انت وصلت لقمة الجهل اللي ربنا كما قال: إنما يملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هيديك وهيزودك وهيزودك حتى إذا أخذه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفلته، هيقعد يزودك ويديك ويديك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أختم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والسلام عليكم ورحمة الله.